واحد ساعة المخصصة لاستشارة. مرحب بتساؤلاتكم كلها على رقم الهاتفي 0537703530. ومعنا الدكتورة رقية الهوري، أخصائية في علم النفس والعلاقات الأسرية، ودائما كنكون معها في جلسة لاستكشاف علم النفس كتقربنا أكثر من نفوسنا. فهاد الفقرة اليوم غادي نتحدثوا على الصراحة والوقاحة، جوج ديال التصرفات فينا وهما في الحقيقة عملتان تختلفان في المعنى، ولكن هاد الوقت صبحت صراحة وقاحة بكل معانيها عند من لا يجيد فن الصراحة. تعريف الصراحة هي إبداء الرأي، كنعطيو رأينا بكل صراحة، طبعا كتكون مراعاة شعور طالب الرأي بدون تجريح ومن حدود الأدب والمعقول. أما الوقاحة فكنعرفوها كذلك، كتحتاج الشخص يكون شوية صليط اللسان باش يقول الرأي ديالو دائما مع قلة الذوق والمعاملة، وهذا الشيء اللي غنتعرفوا عليه اليوم. رفقة الدكتورة رقية الهوري غتعرفنا بجوج ديال الصفات اللي عندنا في حياتنا، المعاني ديالها وتصرفاتنا بكل وحدة، مع الطبيبة المختصة في علم النفس رقية الهوري. غادي نعتبروا نفسنا كلنا في جلسة تبوح وتحليل مع الدكتورة. صباح الخير. صباح الخير سارة، اش اخبارك دكتورة؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. طيب دكتورة، الكثير من الناس كي يجهلون الخيط الرفيع ما بين الصراحة والوقاحة، كيعتقدوا أنه ما كاينش فرق ما بيناتهم، فشنو اللي ممكن أننا نفرقوا ما بيناتهم نقربوا المستمعين أكثر؟ نعم، شكرا لاختيارك هذا الموضوع سارة. بالفعل لأنه هذا موضوع اللي هو جد عميق، وهو يعني كيطرح مشكل خاصة في التواصل مع الناس. نعم. وحنا كنعرفوا أن بزاف ديال الناس كيلقاو مشكل بالفعل أنهم جد صراحة أو لا. هو الصراحة يعني في حد ذاتها هي فضيلة، كنقولوا الإنسان ما معنى أنه الإنسان يكون صريح، معنى أن الإنسان هو صادق أولا مع نفسه. فهو إلا اختار، إلا كان خياره في الحياة أنه يكون صريح، فهي راها شجاعة في حد ذاتها. يعني ماشي مستاهل أنني نكون صريحة، لأن كيف قلنا كتفتح عليك بزاف ديال الأبواب، يعني ديال المشاكل، كاين اللي غيكذبك، كاين اللي غادي يحاربك، كاين اللي غادي يعني يخلق لك مشاكل، كاين اللي غادي يبعد منك. يعني غتكون بعد المرتاح على حساب في العمل ديالك، على حساب علاقاتك، ولكن لأساسي من الطريقة هي اللي خصنا يعني نعرفوها، لأن في النهاية الصراحة هي مزعجة دائما للآخر. لأن الإنسان فاش كيكون معك صريح، فاهمي كنقول انت يعني اذا كنقصد اي انسان اللي كيكون معنا صريح، هو يمكن كيمس فينا واحد الحاجه اللي هي داخليه، ولكن ذاك الانسان اللي كيكون صريح هو المهم كيحيد عليه ذاك الاحساس بالذنب. انا صريح ما كيبقاش عنده ذاك التأنيب بالضمير. فاحنا انا كنعرفوا اللي خص اي الناس نعرفوه دائما، ان طبيعه العلاقات الانسانيه كتفرض علينا ان الاحترام المتبادل، كتفرض علينا احترام خصوصيه الاخر، وايضا كتحترم، كتفرض علينا اننا حتى في كلامنا يكون فيه واحد الحسن ديال اللياقه، واحد المرونه، واحد. فهنايا اللي بغيت نقول انه في يعني في علم النفس كنقولوا انه كاين واحد القاعده، يعني ما خصناش الا بغينا نكونوا سعداء بالفعل في الحياه، وهذا هو هدف ديال الجميع، اننا حنا كنقول ان خصك تكون انت هو انت، يعني انت نفسك. يعني وخليهم هما يكونوا عاوزين اللي بغاو، يعني كل واحد يكون على خاطره. وهذا واحد المفكر معروف اللي هو سميتو زيلاند، كيقول لك اسمح لنفسك ان تكون انت لا كما يريد الاخرين. ان اذا بقيتي عاوتاني تتبع الاخرين ما غاديش تكون نفسك، ما غترضيهمش على اي حال. الناس ما عمرنا غادي يرضيهم. اذا لان الا ما كنتيش صريحين مع نفسك اولا ومع الاخرين، فانت كتعيش في دائما في طاقه الخوف. يعني مساله مهمه. اذا يعني مثلا إلا أنا كنعيش، واش أنا كنعيش نفسي ولا للآخر نرضيهم؟ هذا هو السؤال اللي حنا خصنا نطرحوه، لأن مع المدة راه الأغلبية الناس راها ماشي صريحة. نعم. نشوفو دابا، نشوفو غير كل واحد فينا يشوف الوسط، كاين كل واحد كيفاش كيوصف هذا المعنى. كاين كيقول لك لا هذا منافق، هو كيكون غير فقط كيجيد في الكلام، أنه ما كيبغيش يعطي في الوجه. كاين كل واحد وكيفاش كيعتبرها. دكتورة، وهادشي هذا حنا كنقولوا راه مسألة اللي هي يعني ماشي مسألة لعد يوم ولا شي حاجة، هناك دوافع خفية وأسباب. يعني هي مسألة بالدرجة الأولى هي مسألة إدراك ووعي وقناعات راسخة، وهادشي ملي كيجينا بطبيعة الحال مسألة ثقافية بالدرجة الأولى، كاين التربية، كاين يعني أنه أن الإنسان كيختار السهولة، أنني نكذب أولا نراوغ أولا ما نقولش الصراحة، هذا في حد ذاته راه حل، ولكن هو حل اللي هو بغينا نقولوا توافقي، ولا حل مرضي، ولا حل لا اخلاقي. نعم. فهنايا يعني ماشي مبدا في الحياه. هنا يعني كنطرحوا بعض الاسئله، مثلا الانسان اللي كان صريح معايا، مثلا نقولوا معاك ولا معايا ولا هذا. نعم. فهنايا في العمل ولا في الاسره، يعني باي شكل،
فمثلا الانسان اللي غيكون صريح معايا اول حاجه يمكن غيقول لي شي كلمه هكا طفي يعني ماشي مغلفه. نعم كتكون قاصحه بعض المرات فوالا كتألمني كيراه ظلمني كنقول ربما راه صدر عليا واحد الاحكام ربما راه مضاد معايا انا كنبقى نقول هنايا لان هنا الصراحه دائما كتكون مؤلمه كيف قلنا وجارحه بعض الناس خاصه اللي كتكون عندهم الهشاشه واحد الهشاشه اللي يعني كيكون حساس يعني كيكونوا على سبه كنقولوا فهاد الناس هادو هنا كيعتبروها وقاحه يعني هنا لان داك الانسان اللي قال لهم داك الكلمه هنا شنو اللي كيوقع هنا كيختلف ردود الناس مع داك الانسان اللي هو صريح فالبعض مثلا كيحس بها بانه راه عنف موجه ليه كيحس بالغضب الانزعاج علاش علاش كيكون عنده هذا الاحساس لان هذاك النقد ولا ديك الصراحه الجريحه راه خاطبات عنده واحد النقطه ديال الضعف راه يمكن الماته في واحد المساله اللي هي شي جرح قديم ولا شي تجارب سلبيه وخداها على ان بحال داك الانسان راه عارف الماضي ديالو يمكن والاخر يمكن كاع ما قصدش هذاك الانسان اللي صريح هذيك هو غير كيهضر وهذيك الطبيعه نعم كتكون الطبيعه ديالو في الكلام فاذا الا هو حس قاس عنده داك النقطه ديال الضعف هنا ولا ديك الترسبات ولا التجربه اللي هو عاشها هنا كتكون بحال كنقولوا كتكون عنده واحد القابليه للايحاء فهنايا هنا بالفعل هاد الناس دونك هنا كتولي وقاحه بالنسبه لهاد الناس وايضا كاين فئه من الناس اللي هو مقرر اولا مع نفسه انه ما يتاثرش بهذاك الكلام لا بهذاك ولا بغيره يعني هنا هو بصميم الاراده ديالو كيعرف كيفاش كيحمي نفسه من ردات الفعل المحيطين به وبالتالي ما تعتبرهاش هذيك هي واش تكون صراحه ولا وقاحه يعني هو ما نقولوا بالدارجه يعني ما مسوقش يعني ما فهنا يعني كنقول ان الكلام ديال هذاك الشخص ما تيعنينيش يعني انا قررت انني ما نجرحش لان تصوري دابا مثلا ساره نهار كله انا كنتعرض لخمسه الناس تقولوا صريحين ولا وقحين بهذا المفهوم هذا اكيد انه غادي ياثر على النفسيه ياثر عليا الاولاني والثاني يعني ما غادي يجي لي حتى غادي نكون بحال يعني حملت بزاف مجموعه يعني غادي نقول القى راسي انني فهنا انا ما كنقول انني انا اللي خصني نقرر واش هذيك صراحه ولا نعم وكيفاش نتعاملوا معها ايضا كل واحد كيفاش يعني يختار التعامل ما نخليش نفسي للغير اما يجرحني يعني انا الا خليت نفسي للغير هذا غادي يسعدني بكلمه زوينه غنسعد وهذا غيجرحني بكلمه غنكون صريح ولا فهنا اللي كنقول انا حنا خصنا نردوا البال هي طبيعه الحال المسؤوليه ملي كتوقع راه ماشي دائما من الانسان اللي هو صريح ولا جارح ولا وقح وانما حتى انا خصني نتحمل المسؤوليه كيفاش انا كنتعامل مع هذا كيفاش كنتقبل الوضع اذا سمحتي دكتور معنا مكالمة معنا حكيمة مرباط مرحبا بك لالا حكيمة بارك الله فيك اش اخبارك حكيمة لاباس عليك صافا كيخليك لالا نشكركم على هذا البرنامج الشيق وكنقدم كنتوجب الشكر ديالي القافز الاستاذة رقية لانه فعلا النقاش معها دائما فيه لذة وذو طعم خاص نعم بطبيعة الحال طيب الوغ انا اللي بغيت نتناول اليوم على على الموضوع الصراحه هذا الموضوع ايفيكتيفمون تعنينا من قريب جدا انا غادي نقول لانه الصراحه عندها اوجه متعدده وفي اطار واحد النفاق اجتماعي اللي كناخذوه اللي مع الاسف عامل التربيه يدخل فيه بواحد الشكل مباشر لانه الا عودنا اطفالنا مثلا او وليداتنا كيف ما كان لونفيرونمون ديالهم اللي عودنا مع الصراحه فهنا كنبنيو واحد الانسان اللي واعي واللي مسؤول على نفسه في موضوع الصراحه يعني كيكون صريح في تصرفاته صريح في كل حاجه تيقولها في كل حاجه تيعبر عليها الا انه كاين هناك واحد الضيف الاجتماعي واحد القناعي اللي بغينا نقولوا اللي كيخلي الناس في بزاف ديال المحطات ما تيكونوش صريحين واللي وغنتناول ايضا مفهوم الوقاحه بالنسبه للصراحه هو ماشي النقيض ديالها ولكن كثره الصراحه او الانسان اللي كيبغي يكون صريح ولكن حتى كيفاش يوصل الطريقه باش كيوصل داك الصراحه ديالو ما خصهاش تكون صراحه جارحه بالنسبه للاخر كاين بزاف ديال الطرق باش كنوصل انا الميساج حتى الا بغيت انه نكون صريحه مع الناس كنراعي فيهم الشعور ديالهم وكنراعي كيفاش الناس غيتقبلوا الصراحه ديالي. نعم. لانه كاين بعض الناس اللي فعلا ما عرفتش كيفاش نعبر بالعربيه يسون تيلمون فراجيل. نعم كيكونوا حساسين زياده على اللزوم. حساسين زياده في اللزوم نظرا لبعض الظروف ديالهم او التكوين الشخصي ديالهم او او او. فهنا الصراحه كتولي بالنسبه لهم وقاحه.
ولو انه صراحة عمرها ما كتكون وقحة. نعم. ماذا بنا انه يكون عندنا سلوك صريح لا في المعيش ديالنا اليومي، هذا سلوكاتنا مع الناس في حدود انه ما كنتحداوش الحرية ديال الاخر. نعم. الصراحة. طبعا. ولهذا كنظن انه الصراحة مسألة ايجابية جدا. ان يكون انسان صريح. فوالا داك الكنز اللي الان افتقدناه الصراحة. فقدناه تماما لانه كاين هناك واحد الزيف الاجتماعي، كاين هناك واحد القناع اللي كنبغيو نبينو حنا فيه راسنا رحنا في الطهارة الكبرى الوغ كو سني با لا رياليتي. نعم طبيعة الحال. انا فوالا انا كنركز لانه في التربية خصوصا وفي الوعي اللي كنطلقنه لاطفالنا كيخص الصراحة تكون حاضرة دائما وتكون هي الأول اللي كنبنيو عليها التربية، ولو أنه في بعض المرات كنكونو كيكون الكاذب اضطراري. نعم. ولهذا أنا مع أنه العامل الصراحة خصو يكون حاضر في جميع العلاقات. لا فقط الإنسان دولية. أنه يعرف كيفاش يوصل ذاك الكلام ويكون وكيفاش يعبر على الصراحة دون تجريح الآخر. بدون تشجيح الاخر وباش ما نوصلوش لانه غتولي وقاحه. نعم سبق ليك لاله حكيمه انك تعرضتي مثلا الصراحه تم فيها التجريح ديالك او لا، والطريقه ديال كيفاش تعاملتي؟ بصراحه ما تنذكرش انه شي نهار تعرضت انا شي تجريح من طرف الاخر. نعم. لانه بالنسبه لي حتى في حاله الانتقاد. نعم. يعني كان اؤمن بالانتقاد اللي ماشي جريح. نعم. ربما تعاملك انت ايضا لاله حكيمه كتعاملي بواحد الصراحه اللي ما فيهاش تجريح، بالتالي الطرف الاخر ما كيزعمش انه يكون معك وقح. كنحاول ما امكن انه نراعي الضغط الاخر. نعم. وحتى في الوقت اللي ما غيكونش فيه صريح يعني لا بغيت تقول هذا الفهم، ولو انه حصلت لي بزاف ديال المرات باش ما نكونش في شي موقف ديال الصراحه مع صديقات ديالي مع الناس ديالي مع اطفال ديالي، غير ما كان الا بغيتي ما تنوركش. نعم. نوصلوا للوقاحه. نعم. كنغمض العينين على ذاك الصراحه اللي ما كانتش حاصله. نعم. وممكن انه من بعد نقشوا في اطار صريح في اطار انه فعلا من باب النقاش من باب انه نصلحوا ذاك الخطا ديال الانسان اللي كذب عليا واللي نعم. واللي ما عاملنيش بالصراحه كامله. نعم واضح لاله حكيمه، شكرا لك على المشاركه. وانتقلوا للدكتوره ديالنا رقيه الهوري، رايك في لاله حكيمه ووجهه النظر ديالها. نعم سارة، أنا كنشكر السيدة حكيمة اللي اتصلت، وأنا كنحس بأنها يعني في كلامها كتحس كاين واحد النبرة ديال السبق. نعم. ديال يعني نعم تماما بصراحة، وكتشكرها على هذه المسألة هذه. وحتى يعني حتى في التحليل ديالها كاين كتحس كاين واحد الإيجابية. نعم. فهنايا يعني الإنسان بحال هذا الشكل هكذا هو تيفرض احترامه على الآخرين. بعض المرات حتى الناس في التعامل ديالنا راه كيف كنقولوا ملي كنشوف مثلا أنا كنشوف في المرايا اللي عندي مثلا شي خبشة في وجهي ما غاديش نمشي للمرايا ونمسحها، وانما غنمسحها من وجهي باش غادي يعني دغيا نرجع لها من نفسي. نعم. باش كنقولوا حنا خصنا دائما الرجوع للداخل، كيف كنقولوا حنا دائما راهي لا كان لقيتي شي مشكل عندك على برا راه خصك ترجع للداخل نفسك تصلح ديك المساله باش كيمكني تصايب حتى الخارج، الداخل هو الاساس. دائما كنبداو. نعم. دائما من نفوسنا، فهي ثابت واحد النقطه جد مهمه ايضا ديال التربيه، وهذا هو اللي اساسي اننا كنربيو وليداتنا على هذه المساله ديال الصراحه. والقضيه اللي لاحظتيها ساره كنلاحظوها في الدول الاوروبيه، يعني اللي غيقول لك لا عنده عاديه. نعم. اللي غيقول لك شي كلمه صريحه عنده عاديه. حنا اللي حنا كنبداو ندورو ونلفو عليها ولا كنقول وكنعذبو راسنا وكنعذبو ذاك الشخص، وبالتالي دائما حنا عايشين في الغموض في التردد. هذا هو الطابع اللي كيطبع العلاقات ديالنا. داكشي باش ان الانسان اول شيء بدا فاش كيكون صريح وواضح كيكون يعني حتى الناس كيسهل التعامل معهم، حتى الناس كيثقوا فيه، الناس كيبغيو كيعرفوا راه صريح. كيف قلنا وهاد القضيه اللي قالت الاخت هذه حكيمه غير هي بقات في الطريقه. نعم. لان الانسان هنا منين كيتكلم لك على مثلا مشاعره بصدق يعني ملي هذا فهي هذيك قمه ديال النزاهه، يعني ذاك الانسان غادي ترتاح ليه غادي تثق فيه. غير حنا ملي كنقولوا ايضا الصراحه ولا هذا ما كتعنيش عدم اللباقه، راه هنا عاوتاني كاين الناس يعني خاص يعني الصدق ما يكونش هو الصدق، احيانا راه تيكون جارح بالفعل. نعم. يمكن شي واحد يسميه واقح، ولكن هذه قناعات سلبيه عند اغلبيه الناس
كيف قلت لك الا انا نزعج ترى انا اللي قررت نزعج، والا انا ما خديتش داك الكلام على انه جارح راه انا اللي قررت. فاذا هو الصدق، الناس دابا في الامثال ديالنا كيقول لك الصدق جارح، الصدق فيه المراره، ولا الحقيقه مره، ولا الصدق يجرح. هذه كلها المقولات اللي حنا تبرمجنا عليها ملي كنا صغار. اما يعني كون كنا ما كانش هذا المفهوم هكذا، كنا كنترباو على اساس هذا من صغرنا، من المدرسه، من التعامل في العمل، هذا ما غاديش تكون هذه المساله هذه. نعم. فهنا كنقولوا ان الانسان ايضا يكون صادق، ماشي معنى انه يؤلم الناس، لان الناس عاده ما كيديروش مجهود باش يفهموا داك اللي صادق او داك الانسان اللي هو صريح جدا. او الانسان ما تيبغيش هو يكون صريح، كيهرب من الصراحه باش ما يوقعش مشاكل. نعم، باش يتجنبها. كنقولوا يعني هنا خصنا نقولوا راه كاين حل وسط. يعني دابا حنا دائما كنقولوا انه يجب توسيع الخيارات في الحياه. الانسان اللي كيكون عنده خيار واحد، هذا كنسميو حنا اجبار ماشي خيار. يعني اما يا عندي يا كحل يا بيض، يا مزيان يا خايب. لا، دائما كاين مثلا الحل الوسط. فملي كنقول ان داك الانسان اللي كيتكلم معك عنده داك الخطاب يعني صادق، ولكن انني نكون صريح بطبيعه الحال بطريقه باداب ايجابيه دون عنف دون انني نجرح الاخر، هذه قمه. لان ما نساوش ان سحر الكلمه عندها قوه، ومن الناس اللي كيكون عندهم هذا الفن هذا. فتصوري انه يكون صادق ويكون انه فنان في ايصال ديك الكلمه، هنا كنملكوا قلوب الناس. لان كنوصلوا ليها الاحساس والمشاعر والافكار ديالنا بلا ما كنجرحوهم. وهنا كاين مثلا هناك الناس انواع، كاين مثلا انسان كيكون صادق ولكن غير لابق. نعم. هذا كيلقى المشاكل في حياته لانه كيوصل لهاد الدرجه الوقاحه. ربما ممكن ان الناس ينفروا منه ايضا بالمعامله ديالو. هذه هي الوقاحه يعني. نعم. انا ملي كنقولوا هذا. نعم دكتوره. ثم كاين الناس اللي هما مثلا غير صادقين، وهادو حنا ما كنتكلموش عليهم لانه انت مشوش بعيد، هادو هما المنافقين. وهنا هادو كتكون كيكونوا انتهازيين، كيكونوا يعني ديك اللياقه وديك الشيء غير جانب المصلحه ديالهم، حيت المصلحه ديالهم كيقطعوا علاقتهم به. نعم دكتوره، الا سمحتي قبل ما نرجع معك، نعيمه كتنصدر من قبيله، نعيمه من البرنوسي، مرحبا بك لالا. نعيمه معنا في الاستماع. مرحبا بك لالا، اش اخبارك؟ الحمد لله اختي. الحمد لله اختك لالا نعيمه، تفضلي بغيتي تنضمي لنا الجلسه. مرحبا بك. بارك الله فيك اختي. انا صريحه بزاف، وصراحتي ما كيبغيهاش شي واحد، وكنمشي بنيتي مع بنادم، ولكن النيه ديالتي ديما انا كيدير لي بنادم انا غلط، بحال شي كيحتقرني، بحال شي مسطيه، بحال شي حاجه، فهمتي؟ وانا صريحه لواحد الدرجه ما كايناش. ديك الصراحه ديالي كتقول انا راه دايره كيترانيشان نيشان اي اللي في قلبي كنقولوا لاي واحد، واش فهمتي؟ ولكن الصراحه ديالتي ما تيتقبلها حتى شي واحد، ولكن النيه ديالتي ما كيبغيها حتى شي واحد. كون صيب لحم يقطعو نعطيه للبنادم وما تيقرش ليا به. نعم، كتقولي في الوجه، ما كتخبيش الهضره. لا، ما كنخبي حتى شي حاجه، يعني مع اقرب الناس ليا حتى واحد ما كيفهمتي ديك الصراحه ديالتي ما كيبغيها. ما كيبغيوهاش. كتحسي بهم بحال كينفروا منك، كيهربوا منك، بحال كيحتقروا لي، بحال كيطيحوا بيا، فهمتي؟ نعم. ولكن انا راه هذاك الشيء اللي كنقولو هو اللي كاين. نعم. واخا لالا نعيمه، بقي معنا في الاستماع الدكتوره رقيه الهوري، غادي تجاوبك. نعم، اذا السيده اللي اتصلت هي صراحتها يعني مزيانه، يمكن انا كنقول الطريقه خاصها تبدل الطريقه شويه. مثلا شافت بان ديك الطريقه ما مناسبهاش في الحوار، مثلا الا شي واحد قال لها شي حاجه تقول له لا سمح لي انا ديك الحاجه مثلا ما كتعجبنيش، ما مانيش، ولكن انا كنحترم رايك. يعني ربما طريقتها تكون شويه خاصها تغيرها، مثلا مادام شافتها بانها ما مناسبهاش. وهذا لان ما تنساوش راه حنا الناس اللي كنعيشوا معاهم، ولا المجتمع بصفه عامه، يعني ماشي غير في المغرب ولا الناس كاملين، راه تقريبا 80 ديال الناس راه ما تيقولوش الصراحه. نحن قلنا لان هي راه شجاعه، شحال الناس اللي كتحسي بهم ان عندهم هاد الشجاعه، عندهم التمسك بالمبادئ، عندهم ان يعني كتكون ديك الشفافيه والوضوح في حياتهم، لا في الداخليه ولا في الخارجيه. شحال الناس كتبغي تخبي عندها اسرار. هي بالفعل كل واحد عنده حقه في الخصوصيات، في المسائل الحميميه ديالو، او لا مثلا انه ما يجرحش الاخر، ولكن كنقول عاوتاني كاين حدود حمراء. ما كنقصدوش النفاق وما كنقصدوش الرياء، لكن انا صريحه ولكن في حدود. الوقيت اللي نحس انني يمكن عاوتاني ايضا ملي كنقول صريحه، كاين الناس عاوتاني كيدخلوا في شؤون الاخرين وكيسميوها عاوتاني صراحه. هنا خصنا عاوتاني نردوا البال، يعني ما ندخلش انا في الشؤون الاخرين اللي اكثر مني ونقول له انت فعلتي وانت داير وانت واحد الشكل اللي شويه كتعسوا فيه، او شويه نبره الصوت. لان في التواصل راه حنا كنعرفوا ان لغه الجسد راه ما بين 80 حتى 90%
ديال انك وصلتي الميساج بلا ما بلا ما تتكلم يعني بلا كاع ما تدخل في يعني غير شوف هاد العين بوحديها راه عندها واحد النسبه كبيره انك وصلتي الميساج. فلهذا ضروري نتبعوا الخطاب ديالنا لطريقه الكلام كيف قلنا ان قلنا الكلمه الى وصلات راه كدير السحر في النفوس. بالفرق انني دائما حنا كنقولوا مساله اللي مجد مهمه خص يعرفوها الناس في اي علاقه انني الهدف ديالي شنو هو واش نكسب العلاقه في التواصل مع ذاك الانسان المستمره اولا نربح انا ذاك الموقف وننتصر نقول له انت ماشي داير وانت ماشي صريح وانت كذا ونخسر ذاك العلاقه اللي خاصه ملي كيكونوا اقرباء زوج ولا ام ولا اب ولا اخ ماكلكش تخسرهم بسهوله. فهنايا ضروري اننا يكون واحد لا سوبلاس واحد المرونه واحد في قول هذيك الحقيقه. ثانيا الا كان شي تدخل في شؤونهم ولا شي حاجه هذاك الشيء كيعنيهم ولكن انا اللي كان قول انني انا ما نبقاش يعني الا كانت انا شي حاجه غادي نخبيها كنقولها ما نخليهاش فيا الا كانت حاجه ما عجبتنيش غادي نقولها ولكن الطريقه هي اللي خصنا نحافظوا عليها تكون بحال دابا قبيله كاين الناس اللي هما يعني ماشي صادقين وماشي صراحه وماشي لابقين وبطبيعه الحال هادو راهم كارثه في التعامل معهم. اذا ضروري الصدق والصراحه واللبقه في التواصل هذا وهذا الانسان تيكون يعني رائع وكيكون الانسان اللي هو يعني مرتاح. دكتورة اللي سمحتي معنا مكالمة أخرى للا فاتحة من الدار البيضاء. مرحبا بك للا. السلام عليكم فاتحة. ألو السلام عليكم. مرحبا أش أخبارك للا. مرحبا الضيفة اللي معك. مرحبا للا تفضلي لي عندك شي سؤال موجه للدكتورة. التدخل ديالي حيت الصراحة بعض المرات تيستغلوا الناس ديك الصراحة ديالك. نعم. تيستغلوها في غرض ما هما كيكونوا محتاجين ليها. الواحد السيد دابا واحد السيد خدام معاه. نعم كيبقى يسول عليه السؤال واش انت مجوج واش هادي وهادي نعم. بقى كيدخل معاه في التفاصيل في الاخر قال لي يلاه عندنا سيمينار كان عندهم سيمينار في اكادير داه جوج ونسيبتو عطا جوج المليون صافي دابا عائلته ما حضروش لا في التكاتيب لا في العرس لا والو شنو الحل دابا شنو خصهم يديروا كيفاش دابا هو غايب عليهم. حاولي توضحي شويه فاتحه حاولي توضحي شويه فاتحه لان ما مفهومش بزاف مع ذلك انت فهمتك الدكتوره رقيه. دابا واحد السيد خدام مع واحد السيد نعم العائله ديالنا. دابا هذاك السيد كيبقى يجلس معاه دائما تيبقى يقول ليه واش انت علاش ما تجوزتيش على هذه يعني بقى كيصار السيد اللي ديال العائله ديالكم صريح يعني استغلوا داه بلا ما حضر العائله ديالو تكاتب ودار العرس بلا العائله ديالو ودابا هما قاطعين التليفونات باش العائله ديالهم ما يتصلوش بهم. شنو الحل في النظريه حيت خص يكون واحد القانون الا ما كانش العائله حاضره ما خصوش يكون هذاك لاكت ما كاينش هذا القانون. طيب شكرا لك على المشاركه فاتحه. ننتقلوا للدكتوره ما عرفتش واش وصلتك الفكره رقيه. انا اللي المساله اللي استغربت ليها هذه المساله يعني ما عندهاش يعني علاقه بصراحه بالموضوع ديالنا اكثر ما عندها علاقه هنايا ما عرفت نقول ضعف الشخصيه او الانسان اللي كيسيروا الاخرين. انا ما فهمتش كيفاش انسان يكون جالس ويجي الاخر يقول له يلاه نمشي يلاه على واحد حاجه اخرى ويسافر ويصدق كاتب يعني هنا زعما شي حاجه غتكون فلو شي حاجه هنا ما واضحاش. نعم. ما عرفتش انا لا هو الاهل ديالو ولا الشخص بعد شحال في عمر السن ديالو يعني واش طبيعي نيت لان ما يمكنش انسان يرتبط غادي يدير هذه العمليه هذه بلا العائله بالدرجه ما عندهاش علاقه بالصراحه كيف ما قلتي وانما ضعف الشخصيه او لا داك السيد. ماشي مشكل احنا ماشي مشكل احنا المشاكل الناس كنقبلوهم كاملين. انا كنسائل انسان اللي غادي جالس مع عليه ما بيه وغيهزوه حتى الاخرين ويدوا واش هو يعني كيتهز امانه واش هو الطفل الصغير واش يعني كاين خلل في الموضوع واش شي حاجه اللي ماشي واش كاين ضغط يعني اكيد المساله غيكون فيها ان يعني ما يمكنش لان ملي كنتكلموا على الزواج هذاك راه تقرير مصير راه قرار عمر راه اكيد خاص واحد الاستشاره مع العائله نعم كتكون استشاره كتكون بالدارجه كنقولوا سميتو يعني ليله العرس تدبير عام ولا ما هذا بالضبط ولكن المساله اللي هي ماشي سهله راه ما كنقررهاش في اسبوع ولا راه كتشوف الانسان كيفاش هذا راه كاين ميولات راه كاين لان هذاك راه يعني اهم قرار كيتاخذوا الانسان في حياته راه ماشي سهل انك تجي تربط نفسك مع انسان انت ما عارف عليه حتى شي حاجه بمجرد ان واحد ينضغطوا عليك ولا المساله يعني اكبر من هذاك. فانا
زعما كنشوف مساله فيها شي حاجه اخرى من غير المساله ديال انه صراحه ولا هذا مساله ما يعني شويه. نعم واضح دكتوره. نعم. غادي نتوقفوا لواحد الفاصل غنائي ونرجع. نعم. لك دكتوره دائما مستمرين معها في جلسه مع المستمعين الكرام ودور او فرق ما بين الصراحه والوقاحه. اتصلوا بنا على رقمنا الهاتفي 0537 70 36. من جديد مستمعينا الافاضل وبقي متواصلين معكم الى حدود منتصف النهار وجلسه مع الدكتوره رقيه الهوري اخصائيه في علم النفس والعلاقات الاسريه. جلستنا اليوم كنتحدث فيها على الفرق ما بين الصراحه والوقاحه. عوده ليك دكتوره رقيه. اذا كنا قلنا بان التعامل بصراحه ويعني ماشي وقاحه بطبيعه الحال، يعني كاين فرق ضروري انني نكون صريح مع ما نكونش وقيح. هذه هي ديال المعادله اللي خصها تكون، لان احنا في تفكيرنا بطبيعه الحال الانسان راه كيتطور راه كيفهم راه كيستافد من التجارب اللي هي دائما انني ما كنأذيش نفسي. نعم. هذا خيار كنختاره في الحياه ديال الصدق مع نفسي ومع الاخر، كونني انني صادقه انني راه كنكون واضحه مع نفسي. يعني ما كنقولوا حنا حتى بالدرجه نفسي الكذاب وسولو، ياك نقولوا هذه العباره. نعم تمام. فهنا الانسان اللي كيكذب راه يمكن يدوز واحد الوقيته ويلقى راسو قال شي حاجه انا كتخلق هذه المشاكل هذه. نعم. فهنايا حنا ما نكونوش ايضا عندنا حساسيه مفرطه زائد ذاك الانسان اللي هو صريح. كنقولوا لانني ما رضيش الاخرين على حساب نفسي، لان حنايا تعلمنا اننا نعتبر من صغرنا اننا دائما كنردوا البال عندك يقولوا الناس عندك. فحنا على حسب التحليل النفسي على حسب النظريه ديال فرويد كيقول لك ان ولدك ولا بنتك الا فات 7 سنين يعني راه حنا تبرمجنا هنا في الاهل ديالنا اصلا، اذا فات 7 سنين يستحيل انك تغيره. وهذه المساله ولا كيمكن ناثروا فيه، كيمكن مثلا نغيروا ديك العلاقه معاه، ولكن ما غاديش نغيره. فهنا حتى واحد ما غاديش نغير الاخر، ملي كان هذاك صريح راه صريح، هذاك راه وقح. ولكن هنا كتبقى يعني مساله يعني كيف قلنا اول شيء هي داخليه. فاذا منين كنقولوا ان الناس تبرمجوا على هذه المساله هذه، فهي انهم بحال قلتي كيعيشوا في خوف مستمر ولا شعور بالتأنيب من المستقبل. فهنا خصنا ننتبهوا لهذه المساله مزيان، لان حنا في النهايه كنوليو بحال عبيد لواحد الفكره، الفكره اللي الاخرين اللي صنعوها اللي حنا كنصدقوها من بعد وكنوليو هما حنايا. قلت لك حنا الناس هنا كيميلوا للسهوله لان لعدم الصراحه الكذب ولا المهم انني ما نقولش ولا المراوغه، لان فيها سهوله، وبالتالي كتولي هنايا فكرة اللي هي مستمرة وكنوليت أنا مصدقها. وحتى في النهاية ملي كنجي أنا باش نتكلم على أحاسيسي ما كنبقاش نعرف حتى أحاسيسي شنو هي، لأن من كثر ما وليت كنكذب على نفسي باش صريح مع نفسي كنوليت أنا عندي مشاعري يعني ما عارفينش فين غادا. فوالا فأنا هنا كنطرح واحد السؤال، أنا أحسن مثلا واش الإنسان اللي صريح واخا انه بديك الوقاحه ديالو وديك الصراحه اللي هي جريحه. نعم. ويمكن مثلا يأذيني في ديك الوقيته ولكن كيقول لي الصراحه في وجهي، او الانسان اللي هو كاذب ومخادع هو راه ودخل معاك في واحد النفاق. نعم يعني تمام. في النهايه ملي كيكون اختيار بطبيعه الحال ولكن هنا كنقول ايضا دائما انا كنبقى صاحبه القرار في الاختيار. نعم. اختيار الناس اللي غادي يجرحوني، الناس ما نسمح حتى لواحد يجرحني مثلا، يعني الفكره ديال انه باش انني نسمح اخر انه يخترقني باش او لانني باش نكذب انا ولا نراوغ باش ما نكونش صادقه باش انني نكسبو. نعم. هذه هي المساله اللي خصنا نذكروا فيها كيف قلنا قبيله. نعم. لان اهم شيء هو ان الانسان يكون في حاله انسجام مع نفسه. نعم. قلت لك منين كنكون صادق مع نفسي ومع الاخر انا كنكون مرتاح الضمير، كنحيد بعد ذاك الاحساس بالذنب، كتكون واحد الشفافيه، وذاك الناس كتعول عليهم يعني كتعرفهم بانهم راه ما غيغشوكش، راهم صادقين معاك. نعم. في الاحاسيس في المشاعر في التصرفات، ناس ديال الاهل الثقه والامان، وهذه هي اهم حاجه. نعم دكتوره لو سمحتي معنا مكالمه. نعم. لاله ايمان من مكناس، مرحبا بك لاله. صباح النور اختي جاره. صباح النور، اش اخبارك؟ لاباس عليك ايمان؟ كيف حالك اختي ساره؟ لاباس عليك الحمد لله. اش اخبارك ايمان؟ الدكتوره اللي معنا كيف الحال؟ الحمد لله الله يبارك فيك لاله. شكرا. اولا تحيه كبيره لكم على هذا البرنامج هذا اللي اختاريته. مرحبا. صراحة هذا الموضوع اللي اخترته هو موضوع سهل المنبرة ديالي انا الخاصة. نعم لاله تفضلي، لا عندك شي مداخلة؟ نعم عندي واحد المداخلة حكي التجربة ديالي في الحياة. انا حاليا عندي السنة الثالثة في الجامعة. نعم. وايام الليسي يعني ايام الثانوي في ايام الباك بالضبط. نعم. ملي كنشوف هكذا شي عناصر كانوا معنا هكذا في الكلاس مكانوش كاع كيهضروا معنا او اللي كيعترفوا بينا. يعني فاش كتقرا ديك الساعه ديال الامتحانات
كيجيك بواحد الصوره بواحد اللباقه بواحد يعني بواحد الوجه واحد القناع ما يعني يستحيل وصفه. نعم باش نتواصلوا معك حسن ايمان الا كان ممكن تبعدي من الراديو او لا تطفيه تمام باش يلاه نتواصلوا معك احسن. تفضلي انا اختي ساره ابني كيف ما قلت لك ديك الوقيته كيولي واحد كيتقربوا منك وكيعطيك واحد يعني كيبغيو هذيك المصلحه ديالهم فقط انهم يشوفوا غير ديك غير يستافدوا منك وصافي يعني يكونوا انا من النظريه ديالي انهم اشخاص براغماتيين ان صح القول. نعم غير صحاب المصالح ديالهم وصحاب المنفعه ديالهم فقط ومنهم ماشي هكذا شي بنات تزوجوا اليوم الى هذا كندوز حداهم في السلم ما كتشمليهاش منهم ما بقاتش ديك الصداقه اللي كانت في الصداقه والو ديك الصداقه كانت في الفتره ديال الباك صافي. نعم تدوز هكذا شي وحده فيهم مع الزوج ديالها او لا مع ولدها او لا هي السلم ما كتشمليهاش منها كتشوفك وين كتلقى تقرب الطريق وتمشي. نعم انا واحد النهار تجرأت وشديت وحده هكذا كانت هي والزوج ديالها قلت لها اختي صرحتيها شو مشكل عندك؟ واش الصداقه ديالك ما كانت في مجرد القصه ديال الباك صافي يعني غير نوريك وتستفدي مني صافي قلت لها واش مش كتاخذوا صداقه مصلحه او لا كتاخذوا الصداقه يعني الصداقه اللي بمعنى الحقيقي. نعم ما لقات ما تقول لي قالت لي ما عندي ما ديما نقول لك يعني هاد الصراحه باش وجهتيني صدماتني قلت لها انا تبعي هكا صريحه اللي بغاني هكا مرحبا به واللي ما بغاناش ما نعملو ليه يعني انه الانسان يحافظ على الصفات ديالو ما يبقاوش الانسان جواجكم بواحد الصراحه ما تقلقوش ولا يعني تاخذوا عليه شي نظره وتقولوا لا واه يعني كما كيقولوا انت بغيتي تعرفي علاش نعم انت ايمان بغيتي يعني تعرفي علاش هذه البنت انا قلت لها انت صاحبتي غير في الباك وماشي صاحبتي يعني كانت بيني وبينك صله الوصل بيني وبينك هي الدراسه وصافي يعني انت انسانه براغماتيه ماشي انسانه طبيعيه بحالك بحال اي واحد الناس. يعني انا صرحتها عطيتها الصراحه ديالتها واحد المره جبتها صدفه وجات عندي عنقاتني اختي ايمان سهيلي وشكرا لك انك وعيتني بواحد الغلط ديالي وما كنتش عارفه انا ما كنت قاصده والو قلت لها انه انا بالعكس ليا الشرف انك هدرت معك ديك الصراحه وواجهتك بها وعرفتي الغلط اللي فيك يعني ما فهمتينيش بواحد النظريه خايبه وانما وعيتي بالغلط اللي فيك. نعم قالت لي شكرا لك بزاف يعني بقات كطلب مني السماحه وصافي ولات ديك الصله ديالي بيني وبينها رجعت العلاقه ولات العلاقه احسن. نعم يعني انا كنشوف اي انسان الصراحه تبقى فيه. نعم ولو شفت انت الناس الاخرين تغيروا لك او تبدلوا لك يعني انت تبقى في الطبيعه ديالك لانه التقليب الضامر كاين واخا غادي يعني غادي يجبد واحد غتفوت واحد المده طويله وممكن انت تحس براسك نعم كانك دوك الناس تغيروا عليك ويبقى فيك الحال وانما انا كنصح جميع الناس في هذا المنبر انه يبقاو في الطبيعه. نعم تبارك الله عليك. او ما يتبدلوش انت تبقى في الطبيعه ديالك. نعم تبارك الله عليك ايمان شكرا لك على المشاركه. دكتورة رقية نعم شكرا على إيمان لأنها جد طبيعية يعني على الفطرة وجد أنها صادقة بالفعل وكتحس يعني تتكلمها بأنها صادقة وكتعاني نعم. يعني بندية بأنها كتعاني في علاقتها من هذا النوع لأنها قالت واحد الكلمة لدرجة أنها مشات عند صاحبتها وقالت لها أنتم مالكم هكا يعني أنها كتلقى هذا النوع خدات ديك الجرأة فوالا يعني يكون عندها واحد المشكل اللي هو علائقي هي مزيان تكون صادقة بحال هكذا ولكن أنا اللي كنقول أنها واخا دابا في كلامها كتبان انها واخا هي صادقه مع نفسها وعجبها ولكن بحال يعني كتحتاج الاخر باش كتاكد زعما داك الصدق ديالها. نعم. انا اللي بغيت نزيد ناكد لها خليك صادقه ايمان ياك خليك مرتاحه مع نفسك خليك نعم. طبيعيه يعني الناس حيت كيف قلنا راه الناس ما تيبغيوش الناس اللي صادقين يعني علاش لان كاين كنسميو حنا الناس ولفوا الكذب كنسميو حنا ديك زون دو كونفور اعتادوا عليه نعم. ديك دائره الارتياح اللي مريحهم مريحهم انا مثلا هذا ما غادي ننافق ولا غادي سميتو عنده عاديه وبالتالي ولات مساله اللي هي لان ملي كتصادق داك الناس وكتكون صريح راه انت بحال كتربك واحد المنهجيه ديالهم في الداخل حيت هو عنده واحد القناعات راسخه وتبرمج عليها سنين هذه وبالتالي الكذب كيجي ساهل ولانه ما يكونش صريح فاذا الصراحه هي كتزعجو. ثانيا ما نساوش ان كاين طاقه الصدق هي طاقه جد رائعه يعني مختلفه عن طاقه الكذب ولا النفاق ولا ولكن الناس مع كامل الاسف تعودوا على يعني على الكذب وكيف قلت لك كينزعجوا بحال دابا هو هذا المثال
حي ان الناس كينزعجوا الانسان اللي هو صادق وصريح وصريح يعني ب يعني يمكن من غير لان شفتي واحد القطه قد لها كنتي يعني كتحتاجيني غير في اوقات الباك يعني انت براغماتيه يعني انتهازيه يعني كتبغي فمثلا هذه الكلمه هذه حد ذاتها بحال دابا انا فيها جرأة شويه انها ما تقولهاش على فوالا يعني ماشي بالضروري اني يعني لا قلتها كنقول دائما في كلامي شنو غنستافد انا قلتها انا عريت هذاك الواقع ولو انه هو يمكن يكون صريح ممكن ان الانسان دكتوره يكون كيبغي يستعمل هذه الكلمات باش ياثر في الاخر اكثر او لا غير هو اللي بغيت نقول واش هو غيكون تاثير سلبي او لا تاثير ايجابي صح هي دابا لقاتها في تاثير ايجابي وانما ماشي مع كل شيء واش ديك الكلمه غير قلتها غنغيرو غير ديك الانسانه ساره واش الا خصني نطرح الا كنت انا غادي نغيرو وحنا هذا المستحيل كنقولوا مستحيل انك تغير انسان شنو قلنا قلنا التركيبه الشخصيه الانسان في الطفوله ما بين 6 حتى 7 سنين يعني من الصغر هذا كتنتهي يعني مستحيل حتى والديه يغيروا يمكنش انا صديقه كلمه واحده فهنا خصنا دائما نراعي داك الانسان لان الناس كيف قلت لك ما غاديش يحترموا فيك داك الوقاحه بداك الشكل فيعتبروها على انها ضعف فانا كنقول الايمان انها تكون صادقه مع نفسها تكون صادقه مع الاخرين ولكن في حدود وبالتالي شي حتى الناس اللي كيكونوا كذابين ومراوغين تيكونوا مضرين يعني محيطا بك هما كيبداو يتساقطوا يعني ولا يمكن نقولوا لما تيولفوهاش فيك ملي كيعرفوك حتى هما كيتعاملوا معاك بصدق كيقولوا هذاك الانسان راه معقول يعني غيجيك حتى هو غيخاطب فيك داك الجانب اللي معقول فيه ولكن الا كنتي لين عاوتاني هادشي اللي كنقولوا حنا مع الليونه مع المرونه مع الكلمه الحلوه مع انني سمح لي انا ما يمكنليش ندير ديك الحاجه ما يمكنليش صافي نعم واضح او لا يعني هذه هي اللي خصنا ناكدوا عليها لان ملي كتبقى تدخل عاوتاني في هذا يعني دخل بحالها في المراوغات معهم نعم راه كاين في العمل كاين علاقه الزواج كاين هذا ما يمكنلكش تكون صريح ولكن بذكاء هكذا نطلقها حيت انا صريحه حيت انا ما كنتبدلش انا هكذا نعم كلمه انا هكذا راه فيها واحد العناد فيها واحد الصلابه اللي كتأذينا ايضا وكتأذي حتى العلاقات ديالنا نعم دكتوره وبهذه الكلمه ديال الصراحه تكون بالذكاء نختموا بها الحلقه نعم. ديالنا ما سخيناش بيك دكتوره رقية الوقت كيمر معك بسرعه لكن كنوعدوا المستمعين الكرام بعد الاسبوع المقبل غادي ان شاء الله تكون عندنا جلسه اخرى مع دكتوره رقية الهوري اخصائيه في علم النفس والعلاقات الاسريه سيدنا ما سخيناش بكم وقت البرنامج انتهى لكن دائما